السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم لعبة مينا فور 2. اللعبة هذه قاعد انطرها من زمان، لأن آخر مرة نزلها من 2004 الجزء الأول. يعني هذه اللعبة كنا نلعبها أيام اللان ووصل وايرات وحركات. فاللعبة عندك كامبين وملتي بلاير ولير. لير تدريب، خليه يولي، احنا نعرف اصلا نلعب. ملتي بلاير ان تقدر تلعب ضد الناس اذا شد حيلك، وكامبين اللي هي القصة. احنا ما راح نطول في الموضوع، فعندك اكثر من شغلة زين، اكثر من نظام لعب. اذا الفيديو هذا انا ناوي اسجل لي 3 فيديوهات حق اللعبة، راح نمشي على 3 مهام في اللعبة هذه. راح نمشيهم طبعا بالجيش الالماني. ليش؟ لان احب الالمان، هم حاطين الالماني ضعيف هني، فدائما نلعب احنا بالجيش الضعيف مع انه هم اللي فازوا بالحرب. فانا ناوي انزل 3 فيديوهات. اذا تبون نكمل القصه كامله اعطوا الفيديوهات لايك، نبي نوصل ال1000 لايك. فنبلش الحين على الالماني. عندك 6 مهام، سيغفريد لاين، اخ يحط لك المعلومات، سبورت انفنتري، سبورت يونت، ديس ادفانتج، نقاط ضعف، انا لاك اوف تانكس، الماني انا شلون ما عندي دبابات، تخصص دبابات، صعوبه نلعب إيزي. إيه لا، خلها نورمال، خلها نورمال عشان نحس على الأقل إن بشر اللي قاعد نلعب. تكنولوجي ما ندري شنو أوبجكتيفز، المهام ما لعبنا من قبل، نشوف اللعبة إذا جازت لنا عاد لكل حادث حديث. حاطين اسم هني، فمعناها يمكن إن تقدر تلعب ملتي بلاير على القصة نفسها، تدش أنت وربعك. إيه اللعبة كلها ملتي بلاير فيها من فور. إيه Sometimes I think it makes no sense to believe in anything. When you're young, you're sure that nothing else. Continue, يبا ما عنده سالفة هذا. أصلاً اللي قاعد يتكلم مسوي نفس لهجته ألمانية. لهجتك بولندية واضحة. لا تسوي قصة حبيبي. لا تسوي قصة أنت ما تعرف تكلم. حاطلنا إن والله أمي ماتت ومن الجوع قبل أشهر من القتل. عنده دبابة. قال لي ما في دبابة. هذا مو دبابة، تانك دستروير اللي لاعبين شتوك، تعرفون شتوك في الأربعة. يقول الحين القطار جاي قاعد يحملون عليه الأغراض، شيك على الاس بي جيز اللي هي سيلف بروبيلد غانز، مدفع محمول يحمل نفسه. من العسكري يكتب لنا المسمى الصحيح، جار ومجرور. هذا جار، وهم كذا يساميهم بسبب الجو البارد، و تحتاج انك تسوي لها صيانه وتعبي لها بنزين. شيك على الفشك، شيك على الصيانه، شيك على كل شيء. شلون هذا عند الامو حبيبي؟ لا تسالف لي 4 دقائق، لا يكون 4 دقائق ابي هرج عليه هذا. لحظه دقيقه، انت صوتك حيل عالي. ما يمكن معطينا دقيقتين عشان نتعلم على الحركات. اوكي، هذا فيه 10 اشخاص عندهم 4 رشاشات، 3 نوعية، هذه كلهم نفس النوعية. ليش حط 4 3 2؟ كلهم نفس الفشل. والله يسولف واجد هذا، ما سوينا شيء. ما أعرف ألماني، ما أدري شنو قال، لا تطالعني. يبون نروح هناك take up position near the village of وفور. زين انا موزع ربعي ومعدل لهم. بب بب بب. والله صوت اللعبه حلو. ما عندي مشكله، انا اتوقع اني بوقف اللعبه هذه بس عشان انت ما تكلمني. لا معلش شباب، معلش معلش معلش، ما اقدر اتحمل مسوي لي على بنا كئابه وما ادري شنو. ما راح العب، لا تلعبون القصه هذه مو شيء، كنسلوها. سالفته 5 دقائق تنطر اجل قدام تلقى بقمه الحماس يقول لك لا وقف، خلنا ننطر 10 دقائق على ما يسولف هذا عن انه شلون كان يروح حق الكنيسه اثناء الحرب. يعني انا بلعب الريد، عندنا 16 مهمه راح نقدر نلعبها، بلعب منهم 3. اذا تبون نكمل فيهم 16 علموني في التعليقات وباللايكات، وروني باللايكات. التكنولوجي ما راح يكون مفتوح، فراح نقدر نطور هذه التكنولوجي عشان كنون بالصورة. حتى أنا ما أدري شنو، ظاهر إنهم واجد. أوه كينج تايجر وياك تايجر وبانزر غريندرد الليت سنايب، والله شكله في عمق. بس لا تلعبون القصة. ياو نزيل الحين فارم لاند، بلشنا صعوبة نورمال. عندنا شنو؟ ما عندك سبيشاليزيشن، مو مطور الحين. أوكي هني تقدر تعدل زيادة، تدش بالعمق، إدت ريجمنت. هنا تقدر تحط الوحدات شنو كثر اللي تبي، وتشيل وتنقص عمق زياده عن اللزوم كذي يا استاذي.
بس احنا دائما نبي التانكس، انا رجال احب الدبابات. الظاهر انه بيعطونا كل شيء، ما النظام هذا الريد هو افضل نظام اتوقع. ما لعبت هذاك خمس دقائق قاعد يهرج علي، كرهني في اللعبه وانا ما لعبتها. Only the first echelon is available at the moment. إيه يا أخي، إيه يا أخي، هذه المنافور اللي نعرفها. Capture and hold all strategic. ما في توقيف للعبة يعني، ما في pause شباب عشان نسولف نفكر. Pause. والله وقفت اللعبة. إذا تبي pause طق وقف. ماكو مشكلة، هذول ربعنا يعني ولا سكريبت رايفل مان ريكروت. هذه النقطة بي، احنا هني بالاي نبي نحتل شنو؟ احتل كل النقاط، انتشر. عندنا 1 2 3 لازم ننطر هني 5 دقائق 49 ثانية، منطرين 5 دقائق منطرينك. فهذول الاشلون الثلاثة اللي عندنا، الاشلون شنو بالعربي؟ العسكري، مكتوب لنا اياه. زين، فعندنا هني نقدر نستدعي، تبغى نستدعي 4 يعني، هذا تكلفته 5، حدي 15، هذا 5 هذا 0. تانك كرو بتارجا، مو تارجا، هذا بانزر 3. والله بانزر 3 وناسه. زين، عطنا واحد، خليهم يجون هني، خلي يجون هني هذول 5، بعدين الثانيين خلي يجون يتمركزون هني. شو شلون ينسدح هذا؟ يتمركزون على كيفهم. ها، والحين عندي 5 زياده بعد، هذول كتايبي ريكروتس. ها، يعني يلفلون، عشان كذا كاتب لك سبيشلايزيشن، مو مطورينهم، مو متخصصين فيهم، مو مدققين بالوحدات نفسها. فهذول اخت كل واحد له اسم بعد وتشكيل. في رمي وين صاير الرمي؟ من هنا جاي، في عدو داش هنا. ريال وينك؟ كاه والله حلو رميهم. عاش، ذبحت تيمو كوخ. اي لا، مو رفيجنا هذا يا يعني. زين، الحين ربعنا وين ربعنا؟ تعال، ماتوا 5 اللي دزيتهم هنا، ماتوا. تعال نبندش على اليمين، هذا شنو؟ ولا دبابة؟ احنا قاعد نلعب نورمال يا شباب، نورمال. زين، جو الثلاثة كملوا. هني في شيء كبير، شنو العداد الكبير هذا؟ مدافعين حيل هني. أبكسر يمين عجل، دش ربعي منكم ثلاثتكم. تعالوا من يمين، تعالوا من يمين. يابول، بفيل wird ausgeführt. زين، الكتيبة هذه تدش لهني. الكتيبة هذه تعالوا من يمين. rückt auf den angegebenen Platz vor. Befehl wird ausgeführt. الكتيبة هذه تعالوا من النص. verstanden. الو، الظاهر هذولك اعطيتهم تفرقوا، ما في شيء. اللي تشوفون ارمو، لا، ما شفت ان عندهم رشاش هني. والله معطيهم انتحاريين. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. ربع اللي هني يغطون ربعهم. اوه، هذا طلع من واقف. هذول راحوا، ماتوا 4. نخش، لا يدري عنه. المفروض موقفهم هني بالدفاع هذا. عطنا تايجر، انزل هنا. وانا البنزر 3. ايه بانزر. هذول واقفين ماسكين الموقع، حلو. الاثنين هذول verstanden. Angriff.
ايوه تعجبوني، ما يدرون عنكم كلش، مو ماشيين على شارع ما في حمايه، يقدرون نعطيهم اوامر انهم شوي تعال. ايوه اوقف ورمو كوماندانت، وانتم اللي تشوفون اصيدوا ارمي لي هذه. ايوه عاش، هذه تدمرت. هني في عدو وعندنا الاسناد، ابي تجيب من يمين من يمين. ما يصير تقاتل بدبابه بمنطقه مفتوحه كذي، بمنطقه مسكره يعني طالع الشجر ايش كثره، تمشي بدبابتك اكيد انه في عد سكريني عند الدباب. ها وانا هذا زين، ربعنا هني اللي ماسكين الموقع هذول ايش صار عليهم؟ ذبحوا وفرغوا هذا؟ عاشوا. وين وصلتوا؟ يافول كوماندانت. اوه واقف اخر شيء. شرود. زين شلون نخليه ينسدح؟ انبطح ما ابي احد يصيدك. اي انبطح لين. اليس كلار، لوس جيتس. جت الدبابة. ارمي لي هذا. ولك بانزر وخلاص. عندك قنبلة؟ أبي قنبلة على هذول. لا هذا شنو؟ ما أشوف. عاشو فرغها. حلو زين، سكند ايشلون شنو؟ اوه طيارة هذي اير سترايك، كم تكلف؟ ثلاثة؟ لا بلاش. حلو عطنا اير سترايك عجل. وين موقع قوتهم اللي قلناه قبل شوي؟ كان هني على المحاري صح؟ لا هذا خوف لي. هذا موقع قوة حيل. انزين انتم ابي ابو داحم شنو انت اوف اندي شلاف بريت زوم اينساتس. انزين نزل العسكر. فيله فشن. هذا شنو هني؟ شنو العلامة هذه؟ انه جايين ربعنا. زين وين الخمسة اللي هني؟ ماسكين موقع قدام. ها حلو، تقدموا لهني. خمسة اللي عندي هني بسرعة. اللي يزعف هذا جنب رفيجه، يرمون هذا بهاون بيذبحون هذا. ارموا اي شيء قدامكم. وين المشاة اللي عندي؟ تعال. تعال. الخمسة اللي هني تقدموا. دش البيت. هذا ليش قاعد يسدد يسار؟ شاف له شيء؟ لا ربعنا هذول. قدم هني على الأرض. يحتلون ربعنا، ينزلون علمهم. زين الحين هذول قاعد يحتلون. Befehle verstanden. تقدم فشتانتن. Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl. أبيك هني. لأن هذا النقطة الثانية طعش كبر المبنى. لا يقصفون هاون بعد. خشون هنا بسرعة. سيل ام بي زي
وين موقع قوة عنده؟ هذا صف لي هذا، صف لي هذا. عاش. اوه هاون زين، انتم دشوا من هنا. حلو، صدنا هذول، دمرناهم. ربعنا اللي ماسكين الموقع، اللي ثلاثة تقدموا مع ربعكم هنا. يعني اكو كذي، اتمنى انكم تكون نفس الناس. من اللي قاعد يذبحكم؟ هذولا ولا هذا؟ ها دبابة هني ولا بعيدة؟ تعال هنا، تعال. الخمسة اللي هني هل هم يهجمون علينا ولا تقعدون انتم موقعكم؟ عاجبكم موقعكم؟ اذا عاجبكم ترى ما عندي مشكلة. خمسة اللي جايين تعالوا من هنا. لكن دبابتي هذا شوي. قاعد يحتلون ربعي اللي هني، ايش صار عليه اللي عندي؟ الدبابة اللي قاعد تحتل. دش دش وياي، دش وياي. وين الخمسة اللي دازين هنا؟ Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. دش دش. تطل. إيييييي طقة واحدة. هذه الدبابة عندهم. قابل واجهة واجهة واجهة. وجهك 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 عليهم. عاش. دشوا انتم الخمسة، امنوا المكان. عاش والله بطل. تانك كرو، بيلي تانك كرو، بيلي تانك كرو. تعالوا صلحوها ضبطوها. خذنا الموقع هذا الحين، تشرم ثلاثة. يعطينا شيء، يعطينا ادفانتج، يعطيني. ولا لازم نأمن المنطقة من كاملة. ريدي ريدي. هذا يقدر اطلعها باربعة. تجي عند هذه، تعال عند هذه. تعال عند هذه. الهدف مالنا ناخذ المنطقة هذه. هم 500 واصلين، يبي له 2500، احنا 400. شلون نزيد؟ ليش قاعد يزيدون نقاط؟ على الذبح يعني ولا؟ شنو بالضبط؟ خل تجي البانزر والتفاح معه. زين اقدر شو اسوي هني؟ شنو اقدر اسوي؟ وين البانزر؟ البانزر يعني دبابه بالالماني، ف كلش مو غلط، بس انه قاعد تطلع بمكان راح تفضحنا. تنزل الجيش عشان التانك كرو يقودون الدبابات. هل اقدر اركب اي شيء من هذولا؟ انا بيهم يكملون المجموعه اللي هني. شنو العلامه اللي طلعت لي؟ علامه فكره. شنو العلامه هذه؟ داش علينا هذا من هنا. ولا وين العسكر اللي عنده؟ وين الكرو؟ تعال تعال، ارجع 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 عادي، ارجع عادي. زين ابيلي عجل، تدري شنو؟ فتحنا هذا.
بانزر ياجر حلو وصغير. هذا شنو العشرين عندي منه يعني ولا؟ عندي ثلاثة كروت تعال. أتوقع هذا يبي لها ثلاثة. يقدرون يسوقونها. زين أمن المنطقة هذه أنت لأن ما أدري ما أضمن شنو موجود هني. يمكن في بنزين يمكن في شيء نقدر نلوته. أنتم تقدرون تركبوا لي هذه؟ تقدرون. هذا شنو؟ في شيء أحمر تشبهني. بانزر. زايدين الكرو عندهم زيادة. شوف لي شنو الشبه أحمر هني. هذا أحمر حيل مو مبين. ما في شيء؟ لا هذا متسلل ولا شنو؟ يمكننا هاون قاعد يقصفنا من اليوم منخش مو مبين. وين دبابتنا الثانية؟ بانزر اثنين. بانزر اثنين شابي لهم نار هني. شوف اللي سالفتهم. من اللي شاب نار؟ ايش عنده؟ اقدر اطفي الليتات اللي عندك اللي شابها لان الصراحه فضيحه. اوه انتحاري هذا. هالبيرز وين دبابتي يا جماعه؟ ابيك تاخذ موقع اللي فوق انت. زين وين دبابتنا الجديدة هذه؟ شنو دورك انت؟ رشاش صغير ها؟ ماكو مشكلة ابيكم تمشون مع بعض ونزل لي الخمسة اللي هني اطلعوا لي برا. شلون اقول لكم تطلعون برا؟ اطلع. فورتيفاي ذا بيلدينج. يمكن هذا اللي قاعد يعطيهم نقاطهم. يمكن هذا اللي قاعد يعطيهم عطى فورتيفاي بيلدينج. هذا شنو؟ ثرو نايف انتي تانك جرينيد. اوكي فورتيفاي بيلدينج. فورتيفاي طور لي اياه. زين اللي هني شنو موقعك؟ لان اخاف ان في احد عنده من يمين هني يوقف مورتر ولا شيء يأذيني فتعال. على ما يخلصون هذول من الفورتيفيكيشن نعرف شنو سالفتهم. نحتاج ناخذ جي الحين احنا. يمكن اللي عنده احتلال اكثر علام اكثر يقعد يزيد عدادك كل شوي. اتوقع هذا شيء منطقي اكثر من سالفه فورتيفيكيشن. سبعري لازم نتعلم. يمنع نتعلم. اطلع اطلع اطلع. ابيك من شنو المبنى هذا؟ الدبابتين اللي هني تقدموا لي. الرشاش هذا مورتر ها قرب لي. دش المبنى دش المبنى. انت اقصف لي على هذا. ايوه هذا جوا جوا. جيت جيت جيت. والله قصف. وهذا مورتر. هذول داشين هني قاعد يغطون. يا الله خربت دبابتهم. تقدموا تقدموا. من دمرك من اصلا اللي هناك وينها؟ تعال تعال. ما في احد عاش من هذول؟ لا. مورتر انت شلونك؟ شنو اللي صار؟ شنو دمركم انتم؟ سكريبت سكريبت سكريبت.
اوه هذا هذا شباب هذا ذبحتوه والله بطل انزل الحين عطني دبابات عطني دبابات هذا ثلاثة هذه ثانية نزل يعني عطنا بعد هني عطنا هني شنو بعد في دبابة في دبابة عندكم لا روح بعد يحتلون ارجع ارجع حبيبي شوف الموضوع هني هذا شلون شلون طاف اقنعني عشان كذي نبي هذا نبي هذا ايوه حلوه هذا رميه واحده شالهم كلهم احتل احتل وانتم امنوا المكان ها ما اوصيكم تعال مني تعال مني تعال تروحوا لي من هناك تنطقون تموتون توهق فيكم هذول الحيل مبني المكان وانت شنو سالفتك شنو عندك ايه تعال في شك شلون هذه شغاله دبابه جيب لي كرو جيب لي كرو زين شلون الفشق عندكم 36 3000 ما عليكم خوف ما اتوقع عليكم خوف بانزر انت تعال هني جنب البانزر الثاني عاش عاش تعال انت هني بانزر اثنين وينها تعال هني ظاهر يطولون بالاحتلال اكثر او ان هذاك كان موجود ورا المبنى طول الوقت وساحب عليه انا مو منتبه له تانك كروينة على طول احتلال المورتر موجود شنو علامتك الحمراء هذه ما عندك فشق ارجع اخذ سبلاي تعال بدال لا يجيب له سبلاي في سبلاي ترك اصلا باقي لنا قصف جوي واحد بس الحين لازم ان نحتل لا جاء هذا خذاها رفيجنا تقدموا الحين تقدموا الحين تقدموا الحين الحين لازم ان نهجم اوب 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 ايوه ذبحوا الرجال رفيجي وين التانك كرو؟ دون تركبون شيء؟ خلكم ورا خلكم ورا تانك كرو؟ خلك هنا خلك هنا ارمي لي هذه ايوه تعال هنا لا تعطي الناس بهارك يا الحبيب انت منزل منزل شلون اختارهم كلهم ما عرفت لها هذه ها هني هم موجودين دبابة جايتنا فيه جيب العسكر خلي يكسرون الفورتيفاي هذا قرب للبانزر هني كله هني بعد فورتيفاي عطلي دبابة ورا القنر دايت ما يقدرون يرمون فيها حلو حلو انزل 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 دشوا المبنى هذا انتم شلون وضعكم قاعدين ها ما عندكم مشكله سكروا سكروا الصرخ هذا شباب في شيء تقدرون تاخذونه
المدفع هذا، المدفع هذا خذوا لي. ich wollte schon immer mal so ein auto fahren. دبابات يبي واحدة منكم تقدم هني، والثانية قلت كذي، والثالثة روح يمين. لازم نحتل الموقع هذا، إذا قدرنا نحتله أربعة كذي نصير، وهم ثلاثة عاشوا. والله البانزر هذه جبارة. أبي عسكر، أبي عسكر، جيب لي عسكر، جيب لي عسكر هني، وجيب لي اثنين حتى لو اثنين، خلهم يدافعون عن المبنى هذا. يدشون المبنى هذا. تور الدمج، ارجع ارجع، تراجع تراجع تراجع. قاعد يقصفوننا من بعيد، بس إن إحنا قاعد نأمن المكان هذا. الحين ندورهم، تعال هنا. دورهم دورهم. تانك كرو. روح مغامرة كذي. اكشف لي انت هني. دور لي راعي الهاون. كار كار. رايفل مان؟ لا ما نبي الرايفل مان. متأكد ان في هاون هنا. اسم جي انفنتري. كار كار. ولا وين دبابتنا الثالثة؟ والله وهقتهم انا. ما يقدرون يتحركون كلش. عاش دبع القنر. يقدرون تصلحون؟ صلحوا نفسكم، صلحوا نفسكم. من اللي شغال عليكم انتم؟ هذه 9 ملم جاي من يمين. هني قاعد يقصف بعد. والله العظيم في 40. وين في 40؟ نجحوا هذولا. تعالي تعالي هني اذبح لي اللي موجود هني. في شيء قاعد يقصفني من بعيد، اذاني. هذا المورتر كاهو. اذبح لي هذا، اذبح لي هذا. انتم اذبحوا لي هذا كاهو. ما في احد هني. صلح نفسك، صلح نفسك. تعالوا اذبحوا لي هذا، اذبحوا لي هذا مورتر. تانك كرو وينكم؟ انزل انزل، ارجع ارجع ارجع. خذوا لي هذه الرايفل. من الرايفل من تنطرونهم يجونكم بعدين تذبحونهم يعني ولا شنو؟ والله ماتوا. يا كوماندانت، wir befolgen ihre befehle bis zu unserem letzten atemzug. nehmt sie unter feuer. كذا خليك كذا. verstanden. زين الحين رجع لي على الريكروتس هني. هني دباباتنا هذه. صلحت نفسك، ارجعي. ثانك كرو. تعال دش هذه. ونبي نبي بدبابات، نبي دبابات بعد. ننزل لي دبابه هني، ونزل لي دبابه هني. البانزر الصغيره هذه قاعد استخدمها كثر ما اقدر. عطيتهم، رشوهم، طعشوا فيهم. بس سبب اذيه. توقف لي كذي بس، حط لي المكان. طالع الجهة هذه. ايوه تعالوا من يمين، بعدين امنوا المكان هذا. Los geht's.
هذول ماسكين موقع، احنا اربعة وهم اثنين. ليش مو قاعد نزيد احنا؟ هم اللي قاعد يزيدون. ستمية خسرنا 200. شنو اللي خسرنا 200؟ حبيبي عطني قصف الحين. عطني قصفك هنا على الموقع هذا. حيل أذوني. ما عندنا قصف جديد، عندنا دبابة على البانزر. نزل هنا. شنو الرماني هني؟ حبيبي أنت تسوي نفسك ما تشوف. كام كام قدامك. والله يسوون نفسهم ما يشوفون صدق. لا ما درين حبيبي قدامك الرياجل. تعال تعال يمين تعال يمين تعال يمين انت الركروت الجديد. تعالوا يمين بس نخشوا في المكان هذا. خذ لك موقع. انتم هني واحد واحد بس. زين في ناس تنتبه يعني. سطر ايه ذبحتهم كلهم. ذبح القنر. والله صعب انك مو مأمن المكان. هذول أمننا مكانهم حطيناهم هنا ومسكوا. بس ليش قاعد اخسر نقاط يعني؟ شلون افوز؟ هني موجود اليونت هذا وما خفزنا، يعني شنو معناته؟ يعني في شيء شايد يعني. ها كاوكا رايفل مان. ولا ايش بدنا طشره هذا؟ بس باقينا اثنين هني. كم عسكري عندك؟ تعال ابتدي تعال. حركت بالوقت الصح. تعال تعال. وين الخمسة اللي حطيتهم انا هني؟ كلش مو واضحين. كلش مو واضحين. لا ما نبي الموقع. نبيكم تاخذوا الموقع هذا. هذه حيل غثيثة على ما ترجع. ايش قاعد تسوي؟ سطر ايه ما تقدر تسوي شيء ضده يعني ولا؟ والله اتوقع رفيجنا هو اللي قاعد ينفعنا اكثر شيء للامان. هم يجون شلون يجيني من يمين يعني؟ ياخذ له لفه كامله. ايش هذا؟ مشكلة ما ادري اذا سووا شيء هذول. كم عندك؟
في مورتر قاعدين منه صح؟ تلقون المورتر اللي خليناه هني ترى طبيعي. تعالي على ما نضبط شغلنا، تعالي تشيكي على الشغل. هني ابي مشات مشات كثر المشات، وجيب لي تانك كرو. وين انا قاعد انداري جاي اذبح نكسر الشغل قدام. حبيبي عندك تراك عشان تلف بسرعه. مو هذا اللي نبيه، هذا هذا. ايوه قاعد يجيني من مواقع صعبه. لازم نواجهه بالوجه، يعني ما نعطي الجنب عشان ما نصيده. وين العسكر تانك كرو اللي عندي؟ وينهم؟ دشوا مواقعكم انتم، تعال قدام. المباني هذه كلها مسكرة. تعال تعال مني، تعال مني. تعال مني. كن دبابتي اللي دمرت. هم قاعدين منها. يعني واقف جنبك، ليش ما تذبحه؟ فرغوا المكان اللي هني. دشوا لي على المبنى. انتم قربتوا، دشوا لي الدبابات اللي ناقصه هني. لا روحوا لي على الدباب اللي هناك، هذه دشوها. زين خمسه هذول اطلعوا. كار وما ادري شنو عندكم، ماوزر. امسكوا الموقع هذا شباب اللي هني، اما انتم موقعكم. شلون ترمون هذا؟ مشكلة طبيعي يطلع لي من يمين، مع انه مسكر انا اللي قدام محتله، يعني شلون تطلع لي من يمين؟ يمكن لان ديرتهم هذه، يمكن. تعالوا لو تروحني. اطلع اطلع شباب، اطلع اطلع اطلع. قاعد طالعونهم انتم، قاعد يرمونكم. لا تكون لا تكون، تعال دش المبنى هذا من الباب هذا يا حبيبي. هذول اثنين طالعون من داشين سكواد كامل. عندي شيء بس ما ادري شنو هذا. تصيد شيء؟ هاي رجون ربع من تحت. لا تعال تعال مني، تعال مني. حبيبي روح هني، روح هني، لا تعطي العدو ضارق.
لا تعطي العدو هارك حبيبي. تراك لف 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 دبابتك لف دبابتك. ايوه ايوه كذي صح. هذه دبابه اللي جت من ورا. تعال انت هني. انتم انزلوا لي تحت. Befehle verstanden. اخذوا المبنى هذا. وقف لي هني. وقف لي هني. وقف لي هني. وقف لي هني. اطلع. Die Gruppe ist bereit für den Einsatz. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? يطلع اخذ المبنى هذا. Nur keine Scheu. خذنا المبنى هذا ولا الحين. اثنين قاعدين هني. اربع دبابات. تقدموا. انتم خلفكم خلفكم. خلكم خلكم قاعد يقول انتم خلكم بالمبنى. هم اول ناس طلعوا. حيل متحمسين ربعنا. الخمسه اللي تحت هني وينهم؟ هذا الواحد انزل. دش المبنى هذا. اولو 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 يعني شوف الوان واجد. كل هذه مرترات. تقدم تقدم حبيبي لا توقف لا توقف. لا توقف لا توقف روح روح هناك. دش 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 روح 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 خلي يروحون خلي يروحون ما عليك منهم. جيب لي تانك كرو تانك كرو وين؟ ها خلصت تانك كرو بعد. الخمسه اللي هني شلونهم؟ الاربعه دشوا موقع. اطلعوا 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 اطلعوا. دش المبنى هذا. انتم اطلعوا. Zu allem bereit, Kommandant. Deutsche Infanterie bereit zum Kampf. يلا يلا احتلوا احتلوا احتلوا. Na toll, noch eine Schlacht. Das habe ich vermisst. Los geht's. عاشوا 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 عاشوا. انت صالح نفسك عشان تحركين. صلح صلح. الامور طيبه. انت دش هنا عشان تقدرون تحتلين. الهجوم هذا بالدبابات يوم خذينا النقطه هذه المكان هذا ما نقدر نوقف فيه. واقفين نحاول نقصف وما ادري شنو. اقتحم خلصنا منها. ما يحتاج نعقد الامور زياده. يعني مريح الحين عرفت. يلا حيهم. والله بطو راسي وانا معطيه صوت حد فل فاسمع القصف. ما يبي يطلع بوجهنا هذا يعني. تعال تعال هذا خذها. ها قواتهم تجي من فوق واحنا قواتنا تجي من تحت. يعني وقفتنا هني ما لها داعي. انزل انتم امسكوا هذا وانتم خلاص تقدرون تحركون. اخ فز فيك تكفي فز. زين الحين شو اسوي بالنقاط اللي خذيتها؟ يعني كاتبين لي ريكروتس على ربعي. والله انقذنا رفيجنا. ما ادري بس اتوقع ان انقذنا. كيلد لوست. انا ذابح اكثر من اللي خسرتهم. تمام دمرت 31 دبابه وخسرت 4. دمرت ذبحت 168 ومت مات 79. والله واجد دامج تو انمي. انا 24530 و11000 وهم اثنين وحنا اثنين. عشان كذا الظاهر انك تلعبها مع واحد من ربعك. كذا نظام اللعبه.
1451 احنا 3700 بيرسونال سكور. اي هذا خذ اكس بي 1500 كرنسي. هذا اللي اقول لك اللي ما ندري شنو للحين ما ندري شنو الريورد. اول شيء تعال الكرنسي خلينا نشوف منو اكثر واحد ذبح. هذا دمجه 16000 هذه البانزر اللي وصلناها وحرصنا عليها من بدايه اللعبه للنهايه وهي موجوده. ولا لا هذه 73 خسرنا واحده كفاءتها 157. الدمج فرق الدمج اللي تسببت فيه والدمج اللي تسببت فيه واللي خليته فيجمعونهم مع بعض. هذه أداها 97 هذه أداها 157. العسكر ما ضبطتهم 56 46%. هذولا ما ضبطتهم استخدم ثلاثة ظاهر إير سرايك المفروض إنك ما تدزها على موتتهم طقها أماكن سهلة وترجع لك. أنا عبالي شنو إن عندي ثلاث طقات بالطيارة بس. الاس ام جي انفنتري ريكروت 6% قاعد اعاملهم معامله وحوش. هذا 7 خبره هذه 1500 الظاهر انها هي اللي راح تفرق هي اللي راح تعطينا الخبره. زين الريورد شنو؟ المشاركه 3200 ما ادري شنو يعني. دامج ثاني 6000 2x2 بوزيشن كابتشر فارم لاند 45 دقيقه قاعد تلعب ولا جيرمن رايخ ماركس 10600 الاكس بي 2300 فري اكس بي 117 كان قاعد تلعب بورد اوف تانكس. اكس اعطونا صندوق لما شاركنا بمعركه فوز في الريد اعطانا 250 فري اكسبيرينس واعطوني هودي بانزر 35 تي. شنو تسوي 3 سنتيم دفاع يا الله. هذا اللي اعطيتوني اياه ضبطتوني يعني الحين ها ها التكنولوجيا ترينا نفتحهم هني بالخبره اللي تجينا. هذا المدفع العادي 5 سنتي هذا 8.1 هذول اللي تقدر تفتحهم تقدر تطورهم. زين اللي طورته الخبره اللي خذيتها يعني هذا معناها ان ما منها فايده. الدبابه اللي طورتها وحرصت عليها ما منها فايدة لأنه ما في شيء تحتاجه باللاينة. إذا جبت حق هذه 1008 هذه مفتوحة أصلاً عندنا إحنا هني الخبرة فلازم نجيب خبرة بالبانزر 4 عشان نفتح البانزر 4 أو إث بانزر إتش بش اسم بانزر 4 إتش بورد أوف تانكس. فأنا حتى الجنود اللي عندي ما طورتهم الريكروتس هذولا ولا شيء 140 خبرة عشان تفتحهم لازم تصرف الفري اكسبيرينس اللي عندك. بس زين فتحنا 6% فنشت هذه اول معركه في لها معارك 16 معركه راح نفتحهم ان شاء الله. تقدر تغير اليونتات تحط اليونتات اللي فاتحها اللي قبل شوي طلع لنا البانزر 35 تي ما ادري كنا احسن من هذه. الظاهر ان اللعبه مطوله وعندنا حلقتين زياده راح نلعبهم في اللعبه هذه. مرت 45 دقيقه ما حسيت فيها قاعد احرك قواتي واحس ان بسرعه خلصت المعركه. مخطط انا خطط مسوي حطيت شفت حركه البانزر اعطيتها حركه بني من يمين هم صادوني. هذه النقطه الاخيره اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وقلت لكم نبي نوصل 1000 لايك احرصوا عليه الربع ما اوصيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.